هذه مدينة فاس، حاضرة العلم والصلاح والولاية، من أعظم الشواهد على تميز حضارة الإسلام بمناراتها وجوامعها، وأشهرها جامع القرويين. وقصورها الملوكية، وأسواقها الحافلة، وأزقتها الشهيدة على الذين مروا من هناك من المشاهير البناة الأعلام. ومن أبرز هؤلاء الأعلام الشيخ القدوة الهمام سيدي أحمد التيجاني، مؤسس الطريقة الأحمدية التيجانية رضي الله عنه وأرضاه. هاجر جده الرابع من منطقة عبدة ناحية آسفي إلى عين ماضي بصحراء جنوبي غرب الجزائر، وتزوج هناك من فرقة تسمى تيجان. فإلى هؤلاء الأصهار نسبته ونسبة حفيده سيدي أحمد الذي ولد هناك عام 1150 للهجرة الموافق لعام 1738 ميلادية. تشوفت همته إلى الاستقرار بحاضرة يتيسر فيها ما تهيأ له وما هو مقبل عليه من المهام العظام. فكانت حاضرة فاس مقام إمارة عالمة شريفة، ومحفل علماء الشريعة النظار، وتربة روحية خصبة يهفو أهلها إلى الإرشاد الصوفي على أيدي المأذونين من الشيوخ. كان سيدي أحمد التيجاني قد تردد مرات على هذه الحاضرة قبل أن يستقر بها بتاريخ 6 ربيع 2 عام 1213 الموافق 1798 للميلاد. كانت فاس آنذاك عاصمة المغرب في عهد ملكه السلطان المولى سليمان بن السلطان سيدي محمد بن عبد الله. وكان المولى سليمان مثل أبيه عالما نظارا، عرف عنه أنه كان يراعي أحكام الشريعة في كثير من قراراته. ذاع خبر الشيخ الواصل إلى فاس، وتكلم الناس عما بهر به العلماء علمه، وبلغ لعلم السلطان حقيقة أمره ومتانة علمه، ولا سيما عن طريق أحد العلماء الأعلام في حضرته الشيخ عبد القادر بن شقرون. فحسم السلطان اقتناعه في مناظرة عقب فيها الشيخ على مسألة في التفسير تناولها الشيخ الطيب بن كيران، فنوه السلطان بالشيخ ورحب وسهل أمره. وافق هذا الوقت ظهور التوجه الحنبلي الجديد على يد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فما كان من السلطان إلا أن نافح عن الطريقة الصوفية السليمة كما تمثلها طريقة سيدي أحمد التيجاني. ومن الشواهد على هذا الموقف الرسالة التي بعث بها السلطان إلى ولاة الأمر في شبه جزيرة العرب. ومن باب الترحيب والتشجيع والاحتضان، قيام المولى سليمان بإهداء مسكن بفاس للشيخ القادم عليها
سيدي أحمد التيجاني. إنها الدار المعروفة بدار المرايا، الواقعة في عمق مدينة فاس العريقة. وبالرغم من كوننا لا نعرف على وجه التحديد سبب هذه التسمية، فإنه من الموافقات، لأن المرآة مما يناسب البصيرة وصفاء الظاهر والباطن. دار لها قصة حافلة. من هذا التاريخ الحافل ما ورد من أنها كانت في الأصل لورثة شيخ من كبار شيوخ التصوف بالمغرب، وهو مولاي الطيب الوزاني. اشتراها منهم المولى سليمان بمال صاف خالص تحصل له من إرثه الشخصي. وذكر المؤرخ الضعيف أن السلطان كان يعقد في هذه الدار مجلسه مع العلماء للمذاكرة. وهبها السلطان لبعض أشراف فاس، وأشهد الفقهاء أن تلك الهبة اشتراها من ماله الخاص. توفي الشريف الموهوبة له الدار عام 1213 الموافق لعام 1798، فاستعادها السلطان من ورثته بالشراء، لأنه رأى أنهم أحوج إلى الثمن. وهكذا قدر الله أن تؤول هذه الدار بعد شهور من فراغها هبة إلى الشيخ سيدي أحمد التيجاني. وقد ورد في أخبار الشيخ أنه سكن دار المرايا بإذن روحي تلقاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الإذن اقترن بوصية مفادها أن يقدر الشيخ ثمن كراء شهري للدار يشتري به الخبز ويوزعه على المحتاجين. تقع دار المرايا في زقاق يسمى زقاق الرواح، وهي إشارة روحانية أخرى، لأن الرواح في عرف المغاربة هو الوصول أو وصول العروس إلى دارها ليلة الزفاف. وردت في الكتب بعض أوصاف هذه الدار أيام إقامة الشيخ رضي الله عنه بها، ومن ذلك الباحة التي بعد المدخل وتسمى السطوان، وهي واسعة طويلة. وسهريج ماء كبير. وعدد من البيوت أي الغرف. وعدد من المنافع. ويذكر أن البيت الخاص منها لسكن الشيخ هو الذي على يسار الداخل. والبيت الصغير الذي بداخل هذا البيت هو خلوته التي كان يتعبد فيها. وشاع عند أصحابه مما يذكره لهم أنه كان يجتمع مع جده الرسول صلى الله عليه وسلم هنالك. وظل هذا البيت محترما عند كل من سكن الدار من بعده. وتواترت عند الناس أسرار مرتبطة به.
كان الشيخ يتخذ أسطوانة بيت الدار محلاً لصلاته ووظيفته مع أصحابه، وكان يفرش فيه حصيراً طاهراً ثم إزاراً خاصاً من صوف يفرشه عند قراءة جوهرة الكمال، وفرش هذا الإزار زيادة تحقق الطهارة. استمرت دار المرايا تؤدي وظيفة المسكن والخلوة والزاوية إلى أن تم بناء الزاوية المباركة عام 1215 الموافق لعام 1800، فانتقل بالصلاة والذكر إليها. ومن الوفاء بالعهد الذي ورثه كل أتباع الطريقة التيجانية إلى اليوم، تبعا للعهد الذي كان بين الشيخ والسلطان مولاي سليمان، جاء أمر أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعزه الله بأن يتم ترميم دار المرايا، حيث كان مسكن الشيخ أحمد التيجاني رضي الله عنه وأرضاه. وفي مثل هذا المقام أنشدوا: وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. وعن هذا الترميم يقول المهندس المشرف عليه: المبادئ الأساسية لمشروع ترميم دار المرايا هي الحفاظ على جميع خصائص دار المرايا، الحفاظ على خصائصها المعمارية، التوزيع المعماري للمجال، فلم يكن هناك أي تغيير من ناحية التوزيع المجالي، هناك حفاظ تام للخصائص العمرانية للبناية، كذلك الحفاظ على جميع العناصر العمرانية من أبواب ونوافذ وأقواس، كذلك الحفاظ على الخصائص الزخرفية من زليج، أنواع الزليج، الرخام والخشب وجميع الشبابيك. إذن فهذه كلها خصائص مبادئ أخذناها على عاتقنا قبل البناية. ثم هناك مبدأ ثاني هو تجديد القنوات الصرف الصحي، لأن قنوات الصرف الصحي كانت متدهورة يجب تجديدها. ساهم في إنجاح هذا المشروع عدد من المتخصصين من مهندسين ومن فريق عمل، كذلك من صناع تقليديين، فقد ساهم في ترميم صناع متمرسون في ترميم الخشب، الأسقف الخشبية، صناع متمرسون في البناء بالمواد التقليدية، الآجر التقليدي والملاط التقليدي المكون من الجبس والرمل، فإن لم يكن هناك استعمال للإسمنت نهائيا في هذا المنزل. وهكذا فهو مجموعة من الصناع المتمرسون في مجال ترميم المباني الصاريخية. يتوسط دار سيدي أحمد التيجاني فيناء كبير مساحته 175 متر مربع. هذا الفيناء يتوسطه نافورة جميلة من الرخام، وهذا الفيناء هو الذي يسمح أو هو الذي يعطي لجميع الغرف التهوية والإضاءة والتشميس اللازم. مدة الترميم دامت سنتين،